بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمحنة وهو بمكة بعد إسلام عمر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه، وبدأت الدعوة تخرج إلى حيز العلن. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبي طالب وبموت خديجة رضي الله عنها، وكان يوفران له نوعا من الحماية والأنس. ولما مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنه، كانت محنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يفكر في آفاق جديدة للدعوة، وفي طرق وسبل جديدة يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها، من هذا الحيز الضيق المليء بالعوائق في داخل مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، والطائف تبعد عن مكة حوالي 60 إلى 70 كيلومتر تقريبا. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا مشيا على قدميه صلى الله عليه وسلم، ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وهذا الأمر يعني يدل أولا على يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أدائه للأمانة التي حمله الله عز وجل إياها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكين للمحن التي تعرض لها، ولا للمصائب ولا للبلايا ولا لما تعرض له من العوائق، أن هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستكين أو أن يثبطه شيء عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يتراجع أو يتقهقر عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل فكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق الجديدة، وفكر في الطرق والسبل الجديدة التي تمكنه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو بذل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على البذل العالي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي سبيل تحقيق يعني المراد من الدعوة، والمراد الذي علق الله سبحانه وتعالى أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عليه هداية الناس وبيان الطريق وتنبيه الناس من الغفلة التي كانوا فيها. الأمر الثالث شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خرج وحده عليه الصلاة والسلام ومعه مولاه زيد بن حارثة إلى الطائف إلى قبائل من العرب، وأنه سيعرض عليهم دعوة تسفه أحلامهم وتسب دينهم ويعني تنتقص من حالهم الذي هم عليه من وتزدريهم على ما كانوا عليه من الباطل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه سلاح ولا عتاد ولا أفراد يستطيع أن يقاوم أو يجابه هؤلاء الناس الذين سيقابلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر يعني يدل على أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن يتبنى قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتوقف أبدا عن الدعوة إلى الله عز وجل مهما كانت العوائق. عليه أن ينظر إلى آفاق جديدة، عليه أن يجد طرق وسبل جديدة يمكن أن ينفذ منها لكي يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، عليه أن يبذل طاقته وجهده. صحيح أنه قد لا يترتب على ذلك مثلا إيمان الناس أو هدايتهم، لكن الداعية يفعل ما أمره الله به بغض النظر عن أن هذا يحدث نتائج أم لا،
يحدث نتائج أم لا. وقد يقول بعض الذين يدعون يعني أنهم من الدعاء الجدد وغير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في هذه التجربة، هذا لا ينبغي أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ثم أن الذي يقول أن هذا فشل لا يعرف يعني الدعوات، الدعوة كما ذكرنا ليست لها هدف واحد لكي نقول أنه إذا لم يتحقق أن نقول أن هذه الدعوة فشلت. الدعوة أولا أول هدف لها هو إبلاغ الحق إلى الخلق، أول هدف للدعوة هو إبلاغ الحق إلى الخلق، بغض النظر عن أن الخلق يؤمنون أو لا يؤمنون، من الخلق هؤلاء يؤمنون أو لا يؤمنون، أنت الهدف الأول لك أن تبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس، أن تعرفهم مراد الله منهم، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من العباد. إذا استطعت أنت أن توصل هذه الرسالة إلى الناس فأنت قد قمت بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وحققت نجاحا، بغض النظر عن أن يكون هناك نتائج أم لا، بغض النظر عن أن يكون هناك نتائج أم لا. الأمر الثاني هو يعني بعد أن يعني نبين الحق للخلق هو هدايتهم، هو تحويلهم عن المسار الجاهلي الذي هم عليه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر ليس بأيدينا إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فإن لأن الهداية هذه نفاها الله سبحانه وتعالى عن الناس حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لن تهدي، لن تستطيع أنت هداية الناس أي تحويل قلوبهم من الكفر إلى الإيمان، لا تستطيع أنت فعل هذا، إنما هذا بيد الله، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. لكن أنت عليك أن تقوم بالدور الذي أمرك الله عز وجل به، وهو واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو قطع العذر على الناس، قطع العذر على الناس حتى لا يحتجون عند الله بأنهم لم يأتهم نذير، لم يأتهم نذير. ولذلك الملائكة تسأل أهل الكفر يوم القيامة ألم يأتكم نذير، لو أن النذير لم يأتهم يقولوا لم يأتنا نذير ولا نعرف بالدعوة ولا نعرف هذا ولم نسمع بهذا وكذا، يكون لهم عذر على إيه عند الله. لذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة، لكي لا يحتجون على الله يوم القيامة. إذن الرسل إذا بلغوا لا يكون للناس حجة على الله سبحانه، وهذا من أهداف الرسالة ومن أهداف الدعوة، قطع العذر على الكفار والمخالفين حتى لا يحتجون عند الله سبحانه وتعالى بحجج يقول لم يأتنا نذير. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألم في قول الملائكة لأهل الكفر ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن الدعوة نجاحتها ليس في إيمان الناس، ليس في إيمان الناس، نجاح الدعوة في إبلاغ الحق إلى الخلق وقطع العذر على المخالفين الذين لم يستجيبوا للدعوة. هذا هو الهدف الأول للدعية، هذا هو الهدف الأول للدعية. أما تحويل قلوب الناس من الكفر إلى الإيمان فهذه أمنية نتمناها وحلم نحلم به، لكن ليس في أيدينا تحقيقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه أحد، هل كان فاشلا في دعوته؟ انظروا نوح عليه السلام كما ذكرنا قبل ذلك، إن نوح عليه السلام لما اشتكى إلى ربه سبحانه وتعالى بيّن له أنه فعل ما عليه، أما الذي ليس عليه فهو لم يذكره. نوح عليه السلام نوح دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الحافظ ابن كثير لم يؤمن معه إلا 8 في 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو دي مدة الدعوة، مدة دعوتي 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يؤمن معه إلا 8. لكن نوح عندما قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا
ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفر. ويعتذر يقول أنا فعلت الإيه اللي أنا مكلف به، الدعوة أنا أديتها. هذا نجاح كامل، هذا نجاح كامل. لا تقول إن هذا نجاح 99.9%، هذا نجاح 100%. لماذا؟ لأنه أدى الدور المكلف به. أما الذي ليس في يدي لم يأمرني لربنا سبحانه وتعالى بتحصيله، اللي مش في إيدي ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرني بتحصيله، وإنما أنت إيه اللي مأمور؟ مأمور أن تفعل كما فعل نوح، أن تدعو ليلا ونهارا وسرا وجهارا. إذا فعلت هذا فقد أديت ما عليك وحققت نجاحا باهرا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف لم يؤمن به أحد في الطائف، لم يستجب أحد لدعوته في الطائف، لا يقول واحد فاشل مثلا يقول أن هذه تجربة فاشلة أو أن هذا كذا، هذا هو الأمر، هذا هو من أفشل الفاشلين، لأنه لا يفهم، هذا لم يفهم الهدف من الدعوة إلى الله، ما فهمش الهدف من الدعوة إلى الله. ثم إن نجاحات الدعوة لا تقاس كما تقاس الأشياء، إن إحنا نقول مثلا اللي يتخطى 50% يبقى ناجح، وإن الدعوة عشان تنجح يبقى لازم تخطى 50%. لا، أنا ممكن أدعو 1,000,000 يؤمن منهم واحد ويبقى نجاح للدعوة، ويبقى نجاح للإيه؟ للدعوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت تقول إزاي 1,000,000 يبقى نجاح؟ 1,000,000 يبقى نجاح؟ أيوة نجاح، لأنه قبل ذلك كان هناك 1,000,000 على الباطل، اليوم 1,000,000 إلا واحد على الباطل. إذن هذه الدعوة حققت نجاح. تقليل الشر والفساد نجاح، تقليل الشر والفساد نجاح، البذل الجهد في سبيل الله نجاح، لأنه الإنسان عندما يبذل جهد كبير إذن هناك عبادات كثيرة تنشأ من في ظل هذا الجو. إن الداعية كل ما بيبذل جهد بيتعبد عبادات أكثر، بتبقى عبادته أعظم، وهذا فيه زيادة الخير. وإذا آمن به 1,000,000 هذا فيه تقليل الشر، هذا فيه تقليل الشر، فهذا فيه تقليل للشر والفساد. تقليل الشر والفساد عبادة، تقليل الشر والفساد عبادة. هب أنت دعوت امرأة لكي تنتقد وكانت متبرجة عارية فلبست إشاربا وزيا طويلا، هذا ليس زي إسلام، لكن هل حققت نجاحا أم لا؟ أنت قللت الشر. المساحة العريانة في هذه المرأة صارت أقل، صارت إيه؟ أقل، وصارت الفتنة بها أقل، وصارت الفتنة بها أقل. فتقليل الشر والفساد عبادة وطاعة، عبادة وطاعة. لا تنظر أنت إن لم نحقق نحن أن الناس جميعا يسلموا في خلال 50 سنة يبقى هذه دعوة فاشلة مثلا. قد نظل 1,000 سنة إلا 50 مثل نوح عليه السلام، ولا يؤمن الكثير من الناس، ولا يؤمن الكثير من الناس. لا يقال أن هذه الدعوة فاشلة أو يحكم عليها بالفشل لأنها مضت عمرا طويلا ولم تحقق نجاحات في مجال الأفراد، وأن عدد المنتسبين إليها قليل وكذا. هو عدد أهل الحق قليل على مر العصور والزمان، أهل الحق قليل على مر العصور والزمان. هنجد أن إبراهيم عليه السلام لم يؤمن له إلا لوط عليه السلام، لم يؤمن له إلا لوط، ما أمن أحد بإبراهيم إلا لوط، ثم أبناؤه من بعده آمنوا به، لكن الذي آمن به لوط عليه السلام فقط. هل دعوة إبراهيم؟ إبراهيم أمة وحده، أمة وحده عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الله سبحانه وتعالى وصفه بأعظم الأوصاف في القرآن، ووصفه بأنه صالح في الدنيا وفي الآخرة، صالح في الدنيا وفي الآخرة، ووصف إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف وقانت وأنه إمام الملة وأنه سمانا المسلمين وكذا وكذا. وجعل الله عز وجل له من المعجزات الباهرة، من المعجزات الباهرة. وإبراهيم عليه السلام ما آمن له إلا لوط. إبراهيم من أولي العزم من الرسل، وكل الأنبياء من نسله عليه السلام، ولم يؤمن له إلا لوط. فهل توصف دعوة إبراهيم بالفشل مثلا؟ يعني ممكن واحد يجرؤ
إن يتهم إبراهيم بأنه كان فاشلا في دعوته وأنه لم يحقق نجاحات في هذه الدعوة، هذا لا يقول إلا من لا يفهم الدعوة، لأن الدعوة أيضا قد لا تؤتي ثمارها في عهد الداعية، وهذا ما ينبغي أن يلاحظ، إن ثمار الدعوة ممكن تأتي بعد موت الداعية، ثمار هذه الدعوة ممكن تؤتي أثارها بعد موت الداعية نفسه. وأمامنا قصة الغلام والملك، أن الغلام قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام ثم أطلق السهم، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. فجمع الملك الناس في صعيد واحد ثم أخذ سهما من كنانة الغلام ثم قال بسم الله رب الغلام ثم أطلق السهم فوقع في صدغه فوضع الغلام يده على صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. هذا الإيمان لم يحدث في حياة الغلام، هذا الإيمان لم يحدث في حياة الغلام. الغلام هنا هو الداعية، الغلام هنا هو الداعية. إيمان الناس الأمة اللي كانت في اللي كان فيها الغلام لم تؤمن في حياة الداعية، إنما آمنت بعد بعد موته. قال الناس آمنا برب الغلام، قالوا لقد جاء كما كنت تخشى لقد آمن الناس، قال احفروا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وكل من لا يرتد عن دينه فألقوه في الأخدود في الأخدود. فأخذوا يلقون بالناس في النيران لأنهم لم يرتدوا عن إيمانهم الذي كان وليد لحظة، كان هذا وليد اللحظة، هذا تم بعد موت الغلام. فهؤلاء لا يفهمون، يعني هؤلاء لا يفهمون يعني الهدف من الدعوة وكيف تتحقق ثمار الدعوة. ثمار دعوة إبراهيم عليه السلام ما زالت إلى الآن، يعني الموحدين في الدنيا كلها من يمتنون بصلة إلى من؟ إلى إبراهيم، إمام الموحدين، إمام الموحدين. إذن دعوة إبراهيم ما زالت ثمارها إلى الآن، وثمار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت إلى إلى الآن تنتشر في الآفاق، تنتشر في كل مكان، يعني دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول بعدما نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أعدائهم من زعماء مكة، واضطر هؤلاء الأعداء إلى فك الحصار الاقتصادي والاجتماعي، لأنهم كانوا عملوا عليهم حصار الاقتصادي واجتماعي بحيث لا يزوجون ولا يبايعون ولا يشترى منهم، وحصرهم في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر، حتى أكلوا ورق الشجر في ما يعرف بالحصار اللي تم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا يعني إحدى أساليب الكفار مع أهل الإيمان، إحدى أساليب الكفار مع أهل أهل الإيمان، يعني هذا أسلوب موجود على مر العصور والزمان. نجد الآن أيضا هذه الدول الكافرة تضرب الحصار على بلاد المسلمين، كل ما يحدث شيء يضربون حصار ويمنعون، وللأسف المسلمون يشاركون في في الحصار. حدث حصار لليبيا، حدث حصار في العراق، مات فيه مليون طفل في حصار العراق قبل الحرب، حصار منع حتى الدواء من الوصول إلى العراق، مات في هذا الحصار مليون طفل. حصار ليبيا، حصار السودان مثلا، الحصار هذا من الحصار الاقتصادي، هذا أحد أساليب الكفار للضغط على أهل الإيمان حتى يتحولوا عن إيمانهم إلى الكفر، حتى يتحولوا من الإيمان إلى الكفر. وهذا أيضا أسلوب المنافقين، أنهم قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يبقى المقصود عدم الإنفاق عليهم، عدم التعامل معهم حتى ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمنية عند الكفار وعند المنافقين أن يتحول المؤمنون من الكفر، من الإيمان إلى الكفر. وحنجد هذا حتى في الدول العلمانية في التعامل مع المسلمين، تهميش المسلمين، عدم تشغيل المسلمين في الوظائف، إن هم المسلمين اللي هم المؤمنين الملتزمين لا يعملون في الوظائف العامة مثلا، التضييق عليهم حتى في التدريس، حتى في الوظائف الكبرى، حتى في القوات المسلحة والشرطة وغيرها، منعهم في سلك القضاء، في النيابة، في غير ذلك لا يوظفون،
لا يوظفون، هذا نوع من التضييق الاقتصادي، هذا نوع من التضييق الاقتصادي، بحيث الإنسان اللي عايز يشتغل وعايز يأكل عيش ويعيش يبقى بقى يفك ينحل من هذا الالتزام، لازم يحلق لحيته ويبطل صلاة وشيء من هذا. إنه أحيانا في بعض الجهات من التقارير التي تكتب إنه هذا يصلي، يصلي فقط، هذا يصلي، هذا يكون هذا من الأشياء التي تؤخذ عليه، من الأشياء التي تؤخذ عليه، فهذا من التضييق، هذا سمة موجودة عبر العصور والزمان. فهم حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر لكن لم يجدوا فائدة، إن قوة أهل الإيمان والصلابة الموجودة عند أهل الإيمان، لأن المؤمن يتميز بشيء، المؤمن يتميز بشيء، أن الموت عنده في سبيل الله أحب إليه من الحياة، الموت عنده في سبيل الله أحب إليه من الحياة، وهذا ما لا يفهمه أهل الكفر، اللي الكفار مش فاهمينه هذه الجزئية، هذه الجزئية، لأن الكفار الحياة عندهم أحب إليهم من أي شيء، الحياة يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، ها يعني هؤلاء يحبون الحياة أكثر من أي شيء، وممكن يبذلوا أي شيء في سبيل أنهم يعيشون، يعني ممكن يعطيك كل شيء حتى تتركه حيا. أما المؤمن فالموت عنده في سبيل الله أحب إليه من الحياة، وبالتالي أنت عندما تمنع عنه سبل الحياة هذه لا تؤثر فيه، عندما تمنع عنه سبل الحياة نفسها لا تؤثر فيه، لأنها ليست ذات قيمة، إنما القيمة الحقيقية عنده في الإيه؟ في الآخرة، القيمة التي الحقيقية عنده في الآخرة، وعينه عليها، عينه على الآخرة متجاوز الدنيا كلها، يعني عينه بتتجاوز الدنيا كلها لتنظر إلى الآخرة، فهذا مبتغاه، هذا مبتغاه أنه يصل إلى الآخرة، وبالتالي ما يعانيه في الحياة الدنيا يظل عنده ثمنا بخسا لجنة عرضها الأرض والسماوات، يظل كل شيء يعانيه في الحياة الدنيا يعتبر هذا ثمن بخس بالنسبة لأنه بيشتري الجنة، بالنسبة لأنه بيشتري ليه؟ بيشتري الجنة، وبالتالي تتحطم كل محاولات الكفار في تحويل المؤمنين من الإيمان إلى الكفر، تتحطم، لأن الإيمان له طبيعة إذا خالط بشاشة القلب لا ينفك عنها. أما مين اللي بيرتد طيب؟ وليه الناس بتلتزم وبعدين تنحرف؟ هؤلاء لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، هؤلاء يعبدون الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. وهؤلاء الناس اللي يعبدون الله على حرف هم في الحقيقة لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، ولذلك قد تجد منهم ارتداد، وقد تجد منهم بعد ذلك انحراف، وقد تجد منهم فك لالتزامهم بعد ذلك، لأن الإيمان لم يخالط بشاشة القلب. هرقل قال لأبي سفيان عندما كان بيسأل أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد إيمانه رغبة عن هذا الدين؟ فقال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. هرقل كان عالم، كان عنده له وزن في العلم، يعني في العلوم اللي كانت موجودة في عصره، فقال له: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، لا بد أن يتمكن من الإيه؟ من القلوب. فهذه هي الحقيقة، أنه الإيمان إذا تمكن من القلوب لا يمكن أن ينفك عنه، وبالتالي الإنسان يبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه، في سبيل دينه. فهم عندما حاصروا المؤمنين ومنعوا عنهم الطعام والشراب ظنوا أنهم يستسلمون، أنهم يرجعون عن دينهم، ولا واحد منهم، ولا واحد منهم تحول هذا التحول، بل ظلوا يعني صامدين حتى يأس الكفار وفكوا الحصار، حتى يأس الكفار وفكوا الحصار. حيث كسب المسلمون أنصارا من الكفار غير بني هاشم وبني المطلب، ولكن ما أن تم ذلك حتى قدر الله سبحانه وتعالى وقوع مصيبتين كبيرتين
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وفاة عمه أبو طالب وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وذلك كان في العام العاشر من البعثة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني وهو ابن 40 سنة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، ثم هاجر إلى مكة فعاش فيها 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، تقريبا 10 سنوات، يعني في السنة 11 من الهجرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الربيع. يقول: فقوى بذلك موقف الأعداء من المشركين، وبدأوا في تدبير المكائد والتخطيط للقضاء على الإسلام في مكة. عند ذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عن قبيلة قوية تقوم بحمايته وأتباعه حتى يبلغ رسالة ربه جل وعلا. ووقع اختياره على قبيلة ثقيف في الطائف. ثقيف كانت تسكن الطائف. فيقول ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنع من قومه، ورجى أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من قريش من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة 3: عبد ياليل بن عمرو بن عمير، وحبيب بن عمرو بن عمير، وأخ لهم ثالث وهو مسعود بن عمرو. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله تعالى وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة يمزقها: إن كان الله قد أرسلك، إن كان الله قد أرسلك، يعني على سبيل الاستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خير ثقيف، يعني قد وجد أن هم دول أشرفهم وبالتالي قد لا يؤمن منهم أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، يعني لا تحدثوا أحد بهذا. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه، أنه لو بلغوا قومه أنهم رفضوا دعوته هيكون ذلك في نصرة لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم وتهييج لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يفعلوا، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، يعني عتبة وشيبة كان فيه. يعني هؤلاء القوم لم يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج والبراهين. النبي صلى الله عليه وسلم عرض دعوته وقرأ لهم من القرآن وغير ذلك، هم لم يستطيعوا رد الحجة بالحجة، وهكذا يعني أهل الباطل، بل شتموا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني أغروا به سفهاءهم لكي يسبوه ويضربوه بالحجارة وكذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يعني حيلة العاطل الذي هو من أهل الباطل، ما عنده حجة ولا برهان، يخاطبك بالحجة والبرهان يرد عليك قولك. لكن لجأوا إلى البطش بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه تحمل النبي صلى الله عليه وسلم للإذاء في الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الإذاء في الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي عن نفسه عليه الصلاة والسلام أن قومه ضربوه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا فيه يعني الأمرين: الأمر الأول احتمال الأذى
قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته وبذله وعطائه وتحمله للأذى عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة استفاد منها المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حتى الكفار لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى، يعني كل أقوام الأنبياء عذبهم الله ونبيهم إيه؟ فيهم، عذبهم الله ونبيهم فيهم. يعني النبي لم يأخذ، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينجي النبي ويعذب إيه؟ قومه، كما في قوم نوح وقوم ثمود وقوم لوط وقوم عاد وغيرهم. لكن يعني الحدث في هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى لم يعذبها ونبيها فيها. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه سفهاء ثقيف، فعمد إلى ظل حبلة من عنب، يعني كرمة عنب، فجلس فيه، وابن ربيعة ينظران إليه، يعني ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعناء اللي هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأثار الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أثر ما لقي من صفاء أهل الطائف. وكان زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحمل هو الحجارة، وهذا فيه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه وتحملهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أصيب ببعض الشجاج، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه. وهذا الخبر إلى هنا يعني فيه اهتمام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر دعوته، فهو لم يقتصر على الدعوة داخل مكة كما ذكرنا، وأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا النوع من البلاء، وهو دليل على علو مكانته عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. إذن ما يتعرض له الداعية، ما يتعرض له الداعية من السجن والضرب والإزاء ومحاولة إهانته من هؤلاء، يعني خصوم الدعوة، هذا لا يشكل له ذلة، إنما هذا علو له عند الله سبحانه وتعالى، هذا علو له عند الله سبحانه وتعالى، لأن العزة تكمن في داخله، في تمسكه بدينه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمسلم عزيز على أي حال، المسلم عزيز على أي حال، هو عزيز بدينه، عزيز بدينه. فلذلك أي شيء يتعرض له لا يشكل له أي نوع من الإهانة، لا يشكل له أي نوع من الإهانة ولا نزول المكانة، لأن مكانته تعلو عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب اشتداد البلاء عليه. فالله سبحانه وتعالى يختبره ويمتحنه حتى يصطفيه، حتى يصطفيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، ما يكون إيمانه ضعيف يبتلى على قدر الإيه؟ على قدر إيمانه، ابتلى على قدر إيمانه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا لهذه الأمة، فإذا تصور الدعاة إلى الله تعالى ما أصابه من الأذى وقوة صبره وتصميمه على مواصلة الدعوة، فإنه يهون عليهم ما يصيبهم من الأذى والمكروه في هذه الحياة. وكون زيد بن حارثة رضي الله عنه يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من الحجارة حتى أصيب ببعض الشجاج، يدل على أنه قد بذل جهدا كبيرا في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتلقى عنه ببدنه، ولم يصل منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا التي وجهوها إلى قدميه، إلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موقف من مواقف زيد بن حارثة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هؤلاء الكفار الثلاثة يردون بهذه الردود القاسية، دليل على قسوة قلوب الكفار، على قسوة قلوب الكفار واعتزازهم بما يعتقدون من الباطل وتكبرهم عن سماع الحق، وما يحدثه الكفر في قلب صاحبه من إغلاق الفكر عن النظر فيما يدعو إليه الآخرون بعقل رشيد وفكر سديد. يعني أنت عندما تخاطب الكافر قلبه أسود ومغلق وعليه قفل وعليه ختم، والأذان يعني فيها وقر والأعين عليها غشاوة، إذن أنت محتاج إلى مجهود كبير حتى تزيل الغشاوة وتزيل الوقر من أذنيه وتزيل الران من على قلبه، محتاج إلى جهد تبذله مع هؤلاء الكفار. وأيضا لابد أن تعلم أن هؤلاء على جمود فكري وإرهاب فكري، يعني هو جامد على الفكر الباطل الذي هو عليه، وعنده إرهاب فكري يخوف الآخرين من أن يعتنقوا غير هذا الفكر، يخوف الآخرين من اعتناق غير هذا الفكر، وذلك بالتلويح بالتعذيب والسجن وكذا وكذا وقطع الأرزاق والفصل من الأعمال، وهذا كله حتى لا تحاول أنت أن تسمع لهذا الحق أو أن يعني أن تسمع له أو أن تفكر فيه بحيادية، يعني أن تسمع وتشوف هل هذا حق أم ليس بحق. هذا لا يسمح لك، حتى هذا لا يسمح لك، إن مجرد سماع الحق لا ما تسمع الحق، لا يجوز لك أن تسمع هذا الحق. كما أن هذا دليل على ما يتصف به الكفار من الإسفاف في القول في تعاملهم مع دعاة الحق، إنه يعني هم ردوا ردا قبيحا، يعني الإنسان بيعرض عليك دعوة إما أن تقبلها وإما أن تردها لكن هم ردوا بالإيه؟ بالسب والشتم وغير ذلك، وتعمد المبالغة في التحدي لتحطيم معنوية هؤلاء الدعاء. وإذا كان هذا شأن السادة الذين كانوا في الجاهلية، يختارهم قوم لكمال صفاتهم التي تؤهلهم للسيادة، فكيف يكون شأن عامة الناس في مجتمعات الجاهلية؟ يعني هذه الطائفة وهذه القبائل من قبائل ثقيف التي كانت في الطائف، حتى ما من يعني شوف القسوة كانت شديدة جدا، القسوة هذه كانت شديدة جدا. ذاك تأخر إسلامهم، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الطائف في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة بعد فتح مكة في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، وبعد ذلك حتى استقر فيها الأمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال إلى ثقيف، يعني خرج إلى الطائف، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وأسلموا، ويعني في السنة الثامنة من الهجرة. لكن هم بعد أن أسلموا حسن إسلامهم وكانوا من جنود الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهذا يبين أمرين: الأمر الأول أن قسوة القلب قد تحرم الإنسان من الخير، يعني ليس لهم سبق مع السابقين، هؤلاء تأخر إسلامهم حتى بعد فتح مكة، والمسلم قبل الفتح ليس المسلم بعد الفتح، مش مثل المسلم بعد الإيه؟ بعد الفتح. فالذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا أعظم درجة من الذين أسلموا بعد الفتح وإيه؟ وهاجروا. كلا وعد الله الحسنى، لكن هؤلاء الذين قبل الفتح يعني أشياء يؤرخ لها. المسلمين قبل الفتح ليسوا كالمسلمين بعد الإيه؟ بعد الفتح. وذلك نجد أن قساوة القلب أدت إلى حرمانهم من الخير، أنه صاروا من المسلمين بعد الفتح ودرجتهم أقل من درجة المسلمين قبل الإيه؟ قبل الفتح. صحيح أن الله وعد الحسنى لكلا الطرفين، لكن الناس درجات، الأمر الثاني أثر الإيمان في القلوب. هذه القلوب القاسية لما تحولت إلى الإسلام صارت قلوب قوية في الإيه؟ في الإسلام، في الإيمان. وهذا عندما يخالط الإيمان بشاشة القلوب يتحول الإنسان تحولا كاملا،
تحولا كاملا. وأنت تجد يعني ناس في بلاد ربما تجد شعوب مثل البقر، يعني شعوب تماما مثل البقر، لكن لو فيهم واحد مسلم ملتزم وخالطته تجده شيئا آخر، تجد فرق بين السماء والأرض، ما بين هذا الملتزم وبين غير الملتزم في هذه الشعوب، لأن الإيمان يغير تماما الإنسان، يغير الإنسان تماما من الصفات الخارجة والصفات الداخلة الداخلية والخارجية في هذا الإنسان، بحيث تجده إنسانا آخر. فالمسلم ليس كغيره، المسلم ليس كغيره. فهؤلاء وإن كانوا يعني أسلموا متأخرا وقد حرمتهم من هذه القسوة من السبق، إلا أنهم كانوا يعني دعاة حق بعد ذلك، وصاروا يعني من الأثبات الذين ثبتوا في المحن بعد ذلك مع الصحابة رضي الله عنها. فكانوا من أشد القبائل التزاما بالإسلام والدفاع عنه، فكانوا من القلائل الذين ثبتوا على إسلامهم وولائهم لدولة الإسلام يوم الردة، وأمدوا الجهاد الإسلامي بقادة وجنود أكفاء. ولعل تصلبهم في التمسك بعقيدتهم الباطلة في الجاهلية تحول إلى تصلب في التمسك بعقيدة الإسلام بعدما هداهم الله تعالى. فهذا تحول، لأن شفنا عمر رضي الله عنه مدى عداوته للإسلام ومدى نصرته للإسلام بعدما أسلم بنفس القوة، بنفس القوة. وهذا يدل على أثر الإيمان في تغيير القلوب، أثر الإيمان في تغيير القلوب. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدث له طمأنينة لما جلس في الحائط، الحائط اللي هو البستان، في بستان عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، واطمأن قليلا، حس بنوع من الأمن والطمأنينة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. بعض الناس يقول هذا دعاء ضعيف، يعني هذا الدعاء ربما أهل الحديث يضعفون هذه الرواية، لكن السيرة ما تسير على يعني القواعد الموضوعة لعلم الحديث، السيرة لا تسير على المواضيع التي وضعت في القواعد اللي وضعت في علم الحديث. صحيح علم الحديث وضع فيه قواعد قوية جدا حتى نخلص بالأحاديث الإيه؟ نخلص بالأحاديث الصحيحة، لكن السيرة هي حكاية حال وتاريخ، هي حكاية حال وتاريخ. فطالما أن هذه الروايات نقلت لنا في كتب كثيرة وجاءتنا ونحن لا نستفيد منها أحكام، ما بنبنيش عليها أحكام شرعية، ما بناخدش منها حكم شرعي، السيرة ما نأخذ منها حكما شرعيا، لكن نحن نذكر هذا التاريخ، نذكر نقرأ هذا التاريخ ونذكره والمواقف اللي فيه والعبر الموجودة في هذا التاريخ. وطالما هي لا تتعارض مع نص في القرآن ولا مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخرج عن قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وشيء يمكن تحقيقه ما هوش من المستحيلات أو الأشياء اللي هي خارج نطاق العقل ولا شيء من هذا، ويمكن حدوثها، يمكن حدوث هذا ونقلت في الكتب، فمن الجائز أن نرويها، لأننا لا نبني عليها أحكام شرعية، ما بنبنيش عليها أحكام شرعية، وبالتالي ممكن أن تحكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الدعاء فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. وهذا توكل على الله سبحانه وتعالى، هذا توكل على الله سبحانه وتعالى، وإظهار الفقر والعجز والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان ينبغي أن يتعبد إلى الله بهذا. قولك لا حول ولا قوة إلا بالله معناه أنك تتبرأ من حولك ومن قوتك، وترى أن أنت ما به من حول أو قوة إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولولا الله ما تمكنت من فعل كذا وكذا. فهذا فيه أولا التبرؤ من الحول والقوة، وفيه التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك طلب النصرة من الله سبحانه وتعالى، هذا فيه طلب النصرة من الله سبحانه وتعالى. فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
هذا نداء على الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إن لم يعني إذا كان هذا الأمر ليس عقوبة وليس من غضب وسخط منك علي فأنا لا أبالي، إذا كان هذا فيك فهذا لو هذا فيه أن المسلم عينه على الآخرة، وما يبذله من التضحيات في الحياة الدنيا ثمن بخس للجنة، ما هوش ثمن كبير. فلذلك لكون عينه على الجنة يهون عليه ما يبذله من تضحيات في سبيل الله في الحياة الدنيا. وذلك قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يعني ما يشغلني هذا الذي لقيت ولا أكثر منه، ولكن عافيتك هي أوسع لي. هذا أيضا من فقه الداعية، هذا من فقه الداعية، إن الداعية لا يتمنى المآزق لإظهار البطولة، ما يتمناش أنه يصطدم بالخصم لكي يظهر بطولته ويظهر عضلاته ويظهر قوته وغير ذلك، لا، ينبغي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. العافية لنا أوسع، أن الإنسان يكون في عافية هذا أوسع لنا، ما تخشش في المضيق وبعدين في الامتحان وبعدين ما تعرفش أنت تنجح ولا ترسب، أنك تثبت ولا تفر، أنك تثبت في هذه المعركة ولا تفر من هذه المعركة، أنت ما تعرفش حالك، فخليك في الوسع، خليك في الحتة الواسعة، ما تخشش في جحر وبعدين تشوف نفسك تطلع منه ولا ما تطلعش، فأنت تسأل الله العافية، خليك في العافية، خليك في الايه؟ في العافية، العافية لنا أوسع. ولكن إذا لقيتموه فاصبروا، احنا إذا لقينا العدو خلاص حتما لا بد أن نلاقيه، يبقى احنا نقاتله، يبقى احنا نصطدم به حنقاتله، لأنه ما فيش مفر من هذا. لكن إذا كان هناك عافية فالعافية لنا أوسع، فالعافية لنا أوسع. فقال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، عافيتك هي أوسع لي. إذن أنت ما تتعجل الصدام، العجلة هي آفة الدعوات، العجلة هي آفة الدعوات، آفة الدعوات على مر العصور العجلة، لأن أصحاب الدعوات يتعجلون الصدام بالخصوم، وبالتالي في وقت يكون الدعوة فيه ضعيفة يؤدي هذا إلى القضاء عليها أو اختراقها أو احتوائها وبالتالي الدعوات تنهار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لخباب بن الأرت لما جاء خباب والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد برداءه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه، فقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر فيه الحفرة، فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون، لكنكم أناس تستعجلون. فالعجلة هي آفة الدعوات، الإنسان يتعجل النتائج، يتعجل الظهور، يتعجل التمكين، فبالتالي يقفز قفزات هي أكبر من لياقته، فيحرص له تحطم خلالها، يريد أن يقفز قفزة كبيرة هي أكبر من لياقته، فبالتالي يتحطم فيها، يسقط هذا الإنسان. وبالتالي لابد أن نعرف أنه أن تعجل الشيء قبل أوانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ليتعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه، يعني لابد أن تمر على سنن الله الكونية، يعني سنة الله في الخلق أن يبدأ الشيء صغيرا ثم يكبر وضعيفا ثم يقوى، وضعيفا
ثم يقوى. ولا بد أن نعامل الصغير على صغره والضعيف على ضعفه، والضعيف على ضعفه. لو أن إنسان يعني أراد ولدا، أراد أن ينجب ولد فتزوج وجامع أهله فحملت، لو أنه فتح بطنها في أول شهر لكي يخرج الولد تعجنا لهذا الولد، ماذا يحدث؟ ها؟ سيجد قطعة من الإيه؟ من الدم، قطعة من الدم، ويفسد كل شيء ولا يجد شيئا، لا يحصل شيئا، يخسر كل شيء. في الشهر الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس يخسر. لا بد أن يصبر إلى أن يصير المدة اللازمة لنماء هذا الطفل في بطن أمه حتى يخرج هذا الطفل إلى الحياة. لا بد أن يصبر، لا بد أن يتعامل مع سنن الله الكونية، ولا بد ألا يتعجل في هذا، لا بد ألا يتعجل في هذا. أيضا تكليف الصغير ليس كتكليف الكبير. الدعوة تبدو صغيرة، يبقى الدعوة عبارة عن أفراد معدودين، وبعدين عايزين يتعاملوا كأنهم دولة قوية لها جيش مسلح، لها جيش مسلح، يريدون أن يفعلوا كل شيء وهم أعداد صغيرة. هذا مثل من ينجب طفل صغير ثم يقول له اذهب واعمل وأطعم نفسك. ما الذي يحدث؟ لو أنك أنجبت طفل وألقيته في الشارع وقلت لا يروح يأكل نفسه واشتغل ويأكل نفسه، ماذا يحدث؟ يموت، يهلك، يضيع. هذا لا بد أن نتعامل مع الأشياء على سنة الله فيها، على سنة الله فيها. كذلك الدعوات تبدأ ضعيفة ثم تقوى، وتحتاج إلى وقت لكي تقوى حتى يصبح لها قوة مؤثرة، وتبدأ صغيرة ثم تكبر، ثم تكبر وتبدأ محدودة ثم تنتشر. فلا بد أن نتعامل مع الدعوة وهي محدودة بمعاملة غير المعاملة التي نتعامل معها عند الانتشار. فالإقدام في محل الإقدام في محل الإحجام هذا فيه إيه؟ فيه رعونة وسوء تصرف. يعني لو واحد شايف القطر معدي مثلا يروح جاي يقول لك أنا أعدي قدام القطر، أما القطر يدوسه، هذا ليس تقدم. هذا هنا كان لابد أن يحجم، أنا لابد أن إيه؟ أن يحجم. والإحجام هنا هو الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي أن تضع الشيء في محله، الحكمة أن تضع الشيء في محله ومكانه. فعندما ترى أنت القطار تقول لا أنا أعدي قدام القطار، القطار يدوسه يقتله، لابد كان أن يحجم في هذا. لكن واحد واقف في فاكتوريا والقطر في أبو قير يقول لك ما أقدرش أعدي، هذا جبن، هذا إيه؟ جبن ونوع من السفه. قطر في أبو قير عايز له ساعة عشان يجي، وانت هتستنى القطر ساعة لما يعدي بعدين تعدي السكة الحديد؟ ها؟ انت خطوة يعني دقيقة واحدة تكون عديت وصلت محطة الترماي، مش انك عديت السكة الحديد، دي دقيقة توصلك الترماي كمان. فانت مستني يجي من أبو قير يعدي عشان تعدي عشان خايف من القطر. فهذا إحجام في محل إقدام، هذا جبن. إذن كل حالة لها توصيف، ولا يمكن أن نطبق حالة على حالة. يعني بعض الناس يخلطون الأوراق فيأتي لنا بمواقف الضعف من الدعوة الإسلامية اللي كان فيها الأمة كانت قوية وكانت دولة فتية وكانت تؤمر فتطاع، عايز يطبقها وإحنا عشر تنفار، إن إحنا نعمل إيه؟ نؤمر فنطاع. هذا لا يحدث. انت يلموك يحطوك في قفص، انتوا العشرة في قفص كده ما تخرج منه. لابد ان احنا نتعامل اصلا الدعوات على حجمها، كانت كبيرة يبقى لها دور تؤديه، صغيرة لها دور تؤديه على قدرها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رحمنا فقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والعلماء يقولون من فعل ما يقدر عليه فقد فعل ما امره الله به، فقد فعل ما امره الله. والسيرة أصلا للعبرة، يعني نشوف إزاي بنعتبر من هذا الأمر، نعتبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن عافيتك هي أوسع لي، عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا فيه يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى وإظهار العجز والفقر والحاجة إلى الله، وأن الإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين، لا يستغني عن الله طرفة عين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحزن على واقع أمته، عظيم الأسى على واقع خلفه وراء ظهره في الطائف، وواقع أليم ينتظره وهو قادم إلى مكة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عاد، وإن الناس لم يؤمنوا، وإنه حيعود إلى مكة مرة ثانية، وهو لم يظفر بشيء من النصرة، لم يظفر بشيء من النصرة، والمسلمون يعانون في مكة وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع لهم بخبر سار. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل: من يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي؟ ها؟ والمسلمون ينتظرون أن تقبل قبيلة قوية من القبائل أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون نوع من الحماية والأمن، فهيعود إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هو يفكر فيهم في الطريق، يعود إليهم ويقول لهم أن ما فيش حد استجاب، وهم ينتظرون خبرا سارا، قاعدين في مكة ينتظرون خبرا سارا. فسيقع هذا عليهم، يعني وقع الصاعقة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ به الهم المتكاثف من ذلك الصدود المتواصل من قومه ومن القبائل التي عرضها عرض عليها الإسلام. وهذا وارد في الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء شرح حاله فيه، شرح حاله فيه. ومنه قوله لله سبحانه وتعالى: وهواني على الناس، أي الناس تجرأوا علي، تجرأوا علي وسخروا يعني من هذه الدعوة، واعتدوا على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بإلقاء الحجارة عليه عليه الصلاة والسلام، وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتخلى عنه، وألا يكل أمره إلى بعيد يعبس بوجهه له ويترفع عليه كما حصل من أهل الطائف، ولا إلى قريب له السيطرة والنفوذ في بلده كالملأ من أهل مكة. فقال: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم قريب وليته ملكته أمري؟ فالبعيد يتجهمني يعبس في وجهي مثل ثقيف، والقريب يعني يعادي النبي صلى الله عليه وسلم وهم مالكين لأمر مكة. ولكن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور أوسع. أول التأييد كان الطمأنينة التي ألقاها ربنا سبحانه وتعالى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول ملك الجبال، النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني شديدة جدا، تعرفون يعني تعرض للإذاء والناس لم يستجيبوا لدعوته، وبعدين أنت ممكن تكون رايح وعندك همة 60-70 كيلو مشي على قدمي ورايح علشان يدعو الناس، لو استجابوا كالأمر ده هيدفع حتى في الرجوع، لكن انت راجع والأمور لم تكن كما يعني تمنيت الناس يعني يؤمنون بك أو يستجيبون لدعوتك فلم يؤمنوا، فبتعود يعني إلى مكة وأنت لم تحقق ما أردت، يعني من النصرة من هؤلاء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك الجبال فقال له: يا محمد، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين في بمكة، أطبق عليهم الأخشبين فيهلكون جميعا، لفعلت، يعني لو أمرتني لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل أن يخرج منهم يعني رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال عنده أمل في قومه، وهكذا الدعاء لابد أن تكون هناك الأمل موجودة، لأن نحن يعني لا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمن العالم كله
لآمن في عشية أو ضحاه، تصبح الصبح تلاقي الناس كلها مؤمنين، لأن قلوبهم بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقلبها إلى الإيمان انقلبت، هل تعصى عليه؟ ها؟ ما تعصى عليه. ها؟ فإذن لو أراد الله سبحانه وتعالى إيمان الناس جميعا لآمن جميع الناس. فإحنا ما يعني نستعظم هذا الأمر، ما نستعظم هذا الأمر، ولا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا يدل على عظيم رحمته وشفقته، وعلى أنه نبي، على أنه إيه؟ نبي. لو كان واحد عادي زينا وناس ضربوه وقذفوه وعوروه وأذوه، ها، وبعدين جه حدثت له نصرة، والنصرة دول جم ناس ينصروه قالوا له احنا نبدلك الناس دول خالص، يقول لهم بدوهم عشان يظهر قوته. لو كان، لو ان ملك يعني عاداه قوم، ملك من ملوك الارض عاداه قوم واوقعوا به هزيمة وذلة ويعني وإذاء شديد جدا، ثم تمكن منه، ماذا تظنون انه فعل بهم؟ ها، يبيدهم تماما، يبيدهم تماما. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا من ملوك الأرض ولا داعيا لزعامة، إذ لو كان كذلك لأمر الملك أن يدمرها عليه ليظهر هو عليه الصلاة والسلام. لكن هذا نبي، هذا نبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل الغرب أسلموا، يعني في امرأة من الغرب يعني قرأت جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت عند موضع دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لما قالوا النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقول هذا لا يحدث إلا من نبي، يعني الموقف ده مش ممكن يحدث إلا من نبي، لأنه لو كان غير نبي لا لدمرهم وأبدهم، كان قطعهم قطعا وأشلاء انتقاما لما فعلوه به. ولكن هذا لا يحدث إلا من نبي، هذا كان سبب إسلامها. معنى موجود هنا، الملك الجبال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لفعلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل أن يخرج من ظهورهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى لو ما كانش الجيل ده يبقى الجيل القادم، يكون الجيل القادم. وهذا يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلقي السكينة والطمأنينة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لما ينزل إليه الملك ويقول له إن أنا أقدر أعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا، إن الناس دول اللي أذوك أبيدهم إن أردت، أبيد هؤلاء الناس إن أردت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بأنه ظاهر على الناس، ولكن لا يريد أن يعاملهم بنفس المعاملة التي يتعاملون بها. الموقف الثاني في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق جلس يقرأ القرآن، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه وفدا من الجن، وكان وفد الجن هذا كان حدث إن هم كان لهم فترة بيبحثوا عن سبب وجيه لعدم استطاعتهم لاستراق الخبر من السماء. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن يركب بعضهم بعضا هكذا حتى يصعدون إلى السماء فيتصنطون على خبر السماء، عندما تلقى الأوامر بتلقى إلى الملائكة عشان تنفذ الأوامر في الأرض، كل ملك له وظيفة بينزل يعمل، فكانوا يسترقون الخبر، يسترقون الخبر من السماء، ثم يلقون هذا الخبر إلى الكاهن ومعه 100 كذبة، فيلقيها الكاهن إلى الناس فيقولون، الناس يقولون ألم يقل لنا كذا وكذا فوقع، فيصدقون الكذب، يصدقون الكذب إيه معه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تشد الحراسة أصبحت شديدة على السماء، بحيث إن أي واحد يسترق خبر السماء يلقى إليه شهاب ثاقب. ولذلك الجن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أو قالوا إن إيه
لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني اللي هم كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع يسترقون خبر السماء. فحدث تغير، تغير ده أن أي واحد يصعد يأتي شهاب يقتله، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما شعروا بهذا أخذوا يبحثون عن السبب، فوفد منهم وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يهدي إلى الرشد فآمنا به. فكان إيمان الجن أيضا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنس لم يستجب، الجن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حدث انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث انشراح لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وسكينة وطمأنينة، وأخبار سرح يعود بها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فرجت. يعني الأزمة اللي كانت موجودة فرجها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث هذا ودخل يعني حائط عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، يعني أخذتهما رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لغلام لهما يدعى عداس، خذ يا عداس قطفا من العنب فاجعله في طبق ثم قدمه لهذا الرجل وقل له كل منه. فأخذ عدس يعني الطبق وعليه العنب وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. فقال عدس ما هذا، هذا الكلام لا نعرفه في أهل هذا البلد، لا نعرف هذا الكلام في أهل هذا البلد. قال من أي بلد أنت؟ قال مني نوى، يا بلدة في العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بلد العبد الصالح يونس بن متى. قال وما يدريك يونس بن متى، ما يعني كيف تعرف يونس بن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فانكب عدس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، فانكب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا فيه بركة السنة. يعني البداية، بداية الحديث كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، وبسم الله سنة من سنن الطعام، سنة من سنن الطعام أو من غيره عند البداء بالعمل أن نسمي الله، فكان بداية الحديث، وكانت بركة استجابة عداس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع عداس يعني إلى يعني عتبة وشيبة قال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك، يعني هذا الرجل. فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، ما في الأرض شيء خير من هذا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه، فإن دينك خير من دينه. فيعني كانت بركة التسمية النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام، كان يعني الإسلام هذا الرجل هو في الظاهر أنه أسلم لكن كتم إسلامه، لأنه عندما يعني خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة مع قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، في غزوة بدر، فقال له تعال معنا يا عداس. قال إلى أين؟ قال نقاتل محمدا. قال الرجل الذي رأيته في حائطكما؟ قال نعم، يعني هو الرجل الذي رأيت في الحائط. قال فالله ما تقوم له الجبال. قال لهم أنتم مهزومين. هذا يدل على أن هذا الرجل كان قد أسلم وكتم إسلامه، ويعني لأنه قال لما قال له تعالى معنا نقاتل هذا الرجل يعني في بدر، قال فوالله ما تقوم له الجبال. فقال ويحك يا عداس قد سحرك بلسانه،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا عتبة وربيعة قتل في إيه؟ في غزوة بدر قتل في غزوة لم يعود وعداس لم يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أسلم، لأنه جاء في رواية ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك عبد الله ورسوله، فإن ثبت هذا فيدل على أنه أسلم وكتم إسلامه. وأبلغ من هذا يعني شوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاد من ثقيف، وثقيف لم تستجب لدعوته، لكن بداية الخير كان إسلام عدس، أول شيء إسلام عدس. الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرف نفرا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نادي نخلة مرجعه من الطائف، فسمعوا قراءته فأسلموا، يعني كما يعني جاء في رواية ابن إسحاق أنه قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يأس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة وهي مكان يعني قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين، وهم أفضل أنواع الجن أهل نصيبين، فاستمعوا له. النصيبين هذه منطقة بين الموصل والشام، يعني بين الشمال العراق وبين الشام، فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله تعالى خبرهم عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى لأن المسيح لم ينزل بكتاب مستقل، إنما المسيح متعبد بكتاب موسى، يعني كل الشريعة موجودة فين؟ في التوراة، وأن أتباع المسيح كانوا متعبدين بالتوراة، لكن الذي جاء به المسيح وهو الإنجيل كله فيه بعض النصائح والأخلاقيات، بعض الأمور الخلقية والنصائح، لكن الشريعة نفسها موجودة في التوراة. ولذلك المسيح لم يأتي بكتاب مستقل، لم يأتي بكتاب مستقل، ولذلك قال وفد الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فيعني هذا الموطنين ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، ذكر الله سبحانه وتعالى ما حدث في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وأن وفد الجن سمع القرآن وأسلموا وعادوا دعاه يدعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو الأمر الثاني الذي ثبت الله عز وجل به فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه السكينة والطمأنينة والأخبار السارة التي سينقلها إلى أتباعه عندما يعود إلى مكة. وهذا أيضا يعني ما قاله الجن هو فيه تبكيت لأصحاب القلوب القاسية، أن الجن عندما سمعوا القرآن قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وأن الكفار من الناس عندما سمعوه لم يقولوا أنصتوا،
يقول إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إذن هناك يعني تبكيت لهؤلاء الأدميين الكفار قساة القلوب الذين لم يستمعوا لكلام الله ولم يتأثروا به. ومما يصور هذه المعاناة التي يعني لقيها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الطائف، أن عروة بن الزبير رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، هو قرن المنازل وفي طريق الطائف، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: كان أشد ما لقيت منه يوم العقبة، يعني أصابته على يد أعدائه يوم الطائف أشد من إصابته يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة عليه الصلاة والسلام، ودخلت الحلقة، الحلقة اللي هي بتعمل المغفر، الطاسة اللي بتتلبس دي كان ليها حلقة هنا بتمسكها، دخلت الحلقة في فك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة، ونادى الشيطان صرخ أن محمدا قد مات. يعني هذا وقع شديد جدا في غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن يوم الطائف كان أشد علي من هذا، يوم الطائف كان أشد علي من هذا، وذلك أرسل الله سبحانه وتعالى له ملك الجبال ليرفع هذه المعاناة، ليجد المؤمن بعد الكرب فرجا، ليجد بعد الكرب فرجا، وبعد العسر يسرا، وبعد العسر يسرا. والمسلم دائما يستبشر، إذا ضاقت عليه الأمور هو ينتظر الفرج، ما ينتظر شيئا إلا ليه؟ إلا الفرج، وبعد العسر ما ينتظر إلا اليسر. يعني الإنسان إذا مريض ماذا ينتظر؟ ينتظر الشفاء، هو مريض، هو مريض ما ينتظر إلا الشفاء. إذا كان في ضائقة فهو ينتظر أن تنفرج هذه الضائقة، كما قال الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. يعني ضاقت لما استحكمت الحلقة خلاص فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، وكنت أظنها لا تفرج، لكن كلما ضاقت كلما قرب الفرج، كلما تضيق. وذلك يقولون أشد ساعات الليل ظلمة هي التي قبل الفجر، يعني أشد ساعة في الظلام هي الساعة اللي قبل الفجر، بعد كده ينفجر النور والضياء بعدها، يعني يولد الضياء. المرأة أشد يعني الحالات الألم والطلق قبل الولادة، المرأة بتبقى حامل 9 أشهر وماشية رايحة جاية وتغسل وتكوي وتنظف وتعمل، مفيش مشاكل وهي حامل في بطفلها. متى يأتيها الألم؟ قبل الولادة. بعد هذا الألم يأتي المولود الذي يعني يبعث السعادة في الأسرة كلها، بعد أن كانت الأم في ألام شديدة جدا وعرق وألم والناس كلها حولها ومتألمين، كل ناس الطفل كله متألم لألم الإيه؟ لألم المرأة وهي تتألم عند الولادة. في فإذا ولدت الطفل أول ما يصرخ ينقلب الجو إلى إيه؟ إلى سعادة غامرة، تنبعث السعادة في الأسرة كلها، ويأتي البشر والفرح والبهجة والسرور وكذا للأسرة كلها. إذن كان قبلها إيه؟ كانت ساعات ألم شديدة والبيت كله متكهرب، كل الناس اللي موجودة متكهربة، لكن بعد أن يأتي المولود
ينقلب هذا الوضع إلى حال آخر من السعادة. وذلك الإنسان لا ييأس من رحمة الله، إذا اشتدت عليه الكروب ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. والفرج لا يأتي من خلال حسابات، يعني لا يأتي من خلال حسابات، مش شرط أن أنت تقول أنا ما قداميش إلا طريق أو اتنين ودول مسدودين. الفرج قد يأتيك من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، خارج الحسبان خالص، خارج حساباتك خالص، يأتيك الايه؟ يأتيك هذا الفرج. فنجد أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم، أيد نبيه صلى الله عليه وسلم، شوف بكم تأييد. الأول إسلام عدس، والثاني إيمان وفد الجن، والأمر الثالث نزول ملك الايه؟ ملك الجبال لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان إن هو ليس مغضوبا عليه من الله، وليس من الله عليه سخط، وأن الله سبحانه وتعالى يجعله يسير سيرة إيه؟ سيرة كونية، بحيث إن الناس تتأسى به. لو أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه من أول يوم وصارت له دولة وقوة ومنعة وكذا، فهل سيحدث هذا للأجيال التي بعده؟ مش هيحدث، يبقى هتيأس الأجيال من تحقيق ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى يعني عامل نبيه صلى الله عليه وسلم، عامل نبيه صلى الله عليه وسلم معاملة مثل معاملة الناس، في أنه لابد أن تكون الدعوة تدريجية، ولابد أن تكون في محن، وتخرج في تدخل في مأزق وتخرج منه، وتدخل في مأزق آخر وتخرج منه، حتى إذا أتى الدعاء يتأسون، يعرفون، يقدرون على أن يفعلوا مثل هذا، ويصيرون نفس السير ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنرى أن هذا الأمر في قصة الطائف، أن الأمر هذا في قصة الطائف هنجد فيه أن هل ينفع يتقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الطائف مثلا؟ ما ينفعش واحد يطلع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الطائف، لأن الطائف حققت نجاحات. وقلنا اللي يقول للداعية أنه فشل، إذا الداعية دعا ويتقال على الداعية أنه فشل، اللي يقول عليه كده يبقى فاشل. لماذا؟ لأن الدعوة مش بإيمان الناس، مش بإيمان الناس، لأن إيمان الناس ليس في يد الإيه؟ ليس في يد الداعية، مش في ملكه، ما يقدرش هو يحول قلوب الناس من الإيمان من الكفر إلى الإيمان، هذا بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحد. إنما إيه اللي بإيد الداعية؟ إنه يبلغ الناس ويقطع عليهم العذر عشان ما يحتجوش عند الله سبحانه وتعالى. إذا فعل هذا الداعية فقد حقق النجاح، إذا فعل هذا فقد حقق النجاح. إذا آمن الناس فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا الناس أمنوا يبقى هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يجعل الله سبحانه وتعالى إنسان يؤمن على يد هذا أو يد هذا أو يد هذا. أحيانا داعية كبير جدا ويظل يدعو في واحد سنين ما يستجيب له، ويجي واحد بسيط جدا يقول له كلمتين يستجيب له، لأن هذا الفضل يجريه الله عز وجل على من يشاء من عباده. مش هو الأمر أن أنت هتقول لواحد كلمتين يقوم ينقلب من الكفر إلى الإيمان، لا، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، يؤتي فضله من يشاء، فلكن الإنسان يؤدي الدور الذي عليه. ففي هناك دروس كثيرة وعبر من الطائف، يعني لعلنا نتطرق إليها في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن نذكر ما أيد الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من معجزة الإسراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عدم الطائف، بعد ما عدم الطائف قال يقول الناس أنه رجع، وزي ما قال الرجل ده في الفضائيات مثلا أنه هذه الدعوة فشل فيها، لا، هذه حققت نجاحات عظيمة جدا. وبعدين لما رجع ربنا سبحانه وتعالى أيده بالإيه؟ بالإسراء والمعراج، أيده بالإسراء والمعراج. إذن هي نجاحات بعد نجاحات في الدعوة، نجاحات بعد نجاحات. لكن الدعوة نجاحتها وهي ضعيفة، نجاحتها وهي ضعيفة
قد لا تظهر للناس لكن بيبنى عليها بعد ذلك. يعني الأساس بتاع البيت ده حد شايفه؟ حد فينا بيعدي يشوف الأساس بتاع البيت ده؟ كلنا شايفين اللي مبني على الأرض، لكن الأساس اللي تحت ده هو اللي شايل البيت. النجاحات اللي بتتحقق في بدايات الدعوة هي الأساس اللي بتحمل الدعوة بعد كده. صحيح الناس قد يرونها قليلة، قد يرونها ضعيفة، قد لا يرون هذا الأمر أصلا، لكن هي هذه النجاحات هي التي حملت الدعوة. الجيل اللي تربى في مكة هو اللي شال الدعوة كلها، هو اللي شال الدعوة كلها. الجيل اللي تربى في مكة اللي كانوا عدد قليل جدا هم اللي حملوا الدعوة إلى آخر نفس في حياته، إلى آخر نفس في حياة هؤلاء الذين أسلموا في مكة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اللي حملوا الدعوة. فالنجاحات دي ممكن نرى أنها ضعيفة أو النجاحات قليلة أو شيء من هذا، لكن هي الأساس. كثير من الناس لا يرى هذا الأساس وعليه قامت الدعوة نفسها، وعليه قامت الدعوة نفسها وانتشرت الدعوة بعد ذلك وتمكنت الدعوة. البنيان اللي هيعلى لو قلنا ناطحة سحاب هتبقى 100 دور اللي شايلها الأساس اللي تحت اللي الناس مش شايفاه، اللي الناس مش شايفاه خالص، هي اللي شايلة 100 دور. الانتشار الكبير جدا للدعوة دي حمله الرجال القلة اللي كانوا أمنوا في مكة. أما النهاردة يصل عدد المسلمين مثلا في إلى 1.5 مليار، أكثر من مليار، حوالي 1.7 مليار مسلم في العالم، ثلث العالم مسلمين وأكبر ديانة في العالم. لأن بعض الناس بيقول إن النصارى عددهم أكثر من المسلمين، لا، النصارى مش ملة واحدة. إحنا لو حسبناها ملل النصارى مش ملة واحدة، النصارى أكثر من ملة، والملة نفسها تنقسم إلى ملل، هم 4 ملل أساسية وكل ملة تنقسم إلى ملل. فلو حتى حسبناهم على الملل الأساسية الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وغيرهم، لو حسبناهم على مللهم الأربع هنجد أن ما فيش ملة فيهم تداني عدد المسلمين. المسلمين أكثر ديانة موجودة في العالم، أكثر ديانة موجودة في العالم. فالأثر العالي ده اتبنى على مين؟ على 40 راجل اللي أسلموا في مكة. 40 راجل اللي هم أسلموا في مكة هم اللي حملوا الدعوة دي كلها إلى أن وجدتم هذه الثمرة العالية والغالية التي حققها المسلمون في مشارق الأرض وغاربها. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله.